3/7 يوم فارق في تاريخ مصر والمنطقة والعالم. يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الدنيا تتغير وفي شكل تاني للجو غير اللي كانت يعني صدقوني كانت رايحة في مبادئها في سكة لن تعود منه. النموذج قدامك، النموذج اللي أنا بتكلم عليه اللي إحنا كنا رايحين له موجود قدامك دلوقتي، موجود قدامك. وتجد الدول دي في حالة ضياع وخراب، مفيش مستقبل الدول دي، مفيش مستقبل. لقد ايه؟ معرفش، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، لكن شكل اللي احنا شايفينه ده في الدول دي انها عودتها امر اسهل جدا. بقول عودتها مش استقرار وتنمية. وهرجو ان احنا نتصور شكل الدولة دي من 9 سنين وشكل الدولة اللي احنا رايحين له، والصورة اللي انا بتمنى منكم جميعا ان هي تكتمل. اللي انتم بتشوفوه النهاردة ده جزء من خطة كبيرة جدا للدولة المصرية في مجال ايه؟ في مجال النقل او البنية التحتية للنقل والمواصلات.